انا ليه الحرمت حتى اسجد وانا وياه دبلي؟ انا ليه الحرمت؟ نادين الراسي تتحدث عن هذا المرض، ما حدا بيعرف ظروف التاني. تاثرت بشده ووجهت رساله لسيرين عبد النور. نادين الراسي تعلق على الاصابه بمرض الغيره، ما قالته مؤثر. وما علاقة سيرين عبد النور؟ نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو للإعلامي مصطفى الآغا يتحدث فيه عن إصابة البعض بمرض الغيرة، إذ قال: الأكيد إنه في ناس غيورة وبتراقب الآخرين ويمكن تقلدهم، والأكيد في ناس ممكن تنزعج منها الغيرة، بس لا تنزعج ولا على بالك. وأرفقت نادين الفيديو بتعليق قالت فيه: بس نعرف قيمة حالنا ونركز بطاقاتنا ونحب حالنا ونشكر ربنا على نعمه، نحمي حالنا من هالمرض البشع، وتذكروا دايماً إنه ما حدا بيعرف ظروف التاني وشو عم يواجه كل يوم، فالله معنا جميعاً. الأكيد إنه في ناس غيورة وبتراقب الآخرين ويمكن. من جهة أخرى شاركت نادين مع متابعيها عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه خلال قيادة سيارتها في شوارع بيروت على أنغام أغنية عليك عيوني للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث تمايلت نادين في السيارة معبرة عن سعادتها لسماع صوت سيرين، كما وجهت لها رسالة مؤثرة إذ نادتها باسمها ضمن أجواء من الفرح. وعلى صعيد آخر كانت نادين الراسي شاركت مع متابعيها على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه خلال تواجدها في عيادة طبيب التجميل، حيث كشفت التغيرات التي حصلت في وجهها بعد خضوعها للتجميل. وفي التفاصيل ردت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام على منتقدي إطلالتها الأخيرة الذين أشاروا إلى أن شفتيها كانتا غير متناسقتين، فقالت في الفيديو: لكل اللي انتقدوا لي شفافي بالمقابلة كان بعد في قصص مش خالصة، اجا لعند الدكتور وجرب يحسن لنفسيتي، شارحة ما فعله الطبيب بالتفاصيل مضيفة: كتير مبسوطة بحالي. يلي انتقدوا شفافي بالانترفيو وقصص كان بعد منا خالصة، كان بعد اكيد بعد دفن جورج، طلع عندي ميشيل وجرب قد ما يقدر يحسن لي هيك نفسيتي، واشتغلنا على اشياء شغلينا قبل، بقى صار فيكم تحسبونا من هلا وبالرايح. عملت الخيطان، زبطنا الاشفاف، دوبنا شوي من الاشياء اللي كانت قديمه، بس حنرجع ندوب بعدين، وبوتوكس وكثير مبسوطه بحالي. اي لاف يو. هذا وكانت نادين الراسي اطلت مؤخرا في عزاء وديع وصوف نجل سلطان الطرب جورج وصوف، حيث عبرت عبر قناة الجديد مع الزميلة ياسمين بوذياب عن حزنها الشديد، وتمنت أن يلهم الله سلطان الطرب الصبر على هذه الفاجعة. ما فيك تقولي له شيء، له المسيح قام، بقول له كتر خير الله أنه يسوع عالمنا بالأيام بأيامتنا قبل مماتنا، يعني إحنا الناس اللي عرفت أنه في أيامي، وكل العالم تعرف هيدا الشيء، بقولوا جنب عيسى ومات وقام بشر بالقيامه. سو هي منا هون، هي هون رقم. اللي بيقهر انه صغار حلوين صحتهم حلوه، بس اكيد في رساله من وراها. بقول له للسلطان بحياه عمرك ما كانت سهله، بحياه عمرك ما كانت سهله. مش حيصعب عليك هذا الكاس، انت لو منك مؤمن منك لليوم بعدك واقف على اجريك، وبعدك عم بتغني، وبعد الناس كلها بتركض بتقول جورج وصوف. سو رسالتك عظيمه. ما بعرف، الله يكون معنا. عندكم ملائكة بالسماء 100%، وصارت صارت الروحة حلوة بعدين، صار في حلوة.